النبوت ده انا كنت جايبه معايا عشان ارفع وسط الناس لما نكسبه، لكن الحقيقه لما شفته دلوقت اكتشفت انه له وظيفه اهم بكثير، انه بيفكرنا احنا مين ومن فين، احنا نقبل ونستسلمه، احنا نقبل ونكسره، احنا نقبل ونكسره بخاطر الناس اللي جت ورانا من الصعيد لحد هنا. حد فيكم هيقدر يستحمل نظره ولاده واهله ليه بعد ما ضيع بيتهم وبلدهم؟ ما تنطقوا. الموضوع لساته في ايديكم، قدامكم 45 دقيقة. الفرقة اللي برا دي زيها زيكم، لا حداهم رجل زيادة ولا ضلع زيادة، ده بالعكس بيلعبوا ناقصين واحد. أنا خابر زين إن فيكم العبر، بس اللي متوكد مني إنكم رجالة ومعدنكم أصيل، وإنكم وقت الجد ما فيش زيكم في الدنيا. إحنا هنطلع دلوقتي ونوروا الناس اللي برا دي ان الصعيدي لما يتربس دماغه وينوي على حاجة هيعملها، يعني هيعملها ولو وقفت قصاده الدنيا كلها. توكلنا على الله. مزاريطة اون 3 1 2 3. أصدقائي مع 45 دقيقة الحاسمة عن فاصلة في نتيجة هذا اللقاء، الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب السي الأزرق بنتيجة 3-1، لكن مع بداية أحداث الشوط الثاني شايف روح جديدة ووجه جديد وطموح جديد لفريق المزاريطة. هذه العترة عدى وفات وبيمرر كورة للكبير، الكل بادي بداية جديدة. يا عيني يا عيني على شغل الفوت وورك والتموهات والحركات والحلويات، وادي العترة بيعدي وبيفوت وبيسلم كورة على الأرض عند الكبير. يا عيني على التفاحة والحاجات الحلوة. بقول لحضراتكم الشوط الثاني طعم تاني، وادي جول 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 2. الهدف الثاني فرحة كبيرة وبداية قوية وبداية مثيرة. حقك يا عم اتدلع واتمتع. حقك الكبير يا اتدلع، حقك الكبير. مع بداية الشوط الثاني في روح وفي إصرار وادي الكبير وحاجات الكبير. الضرب باليمين وواحدة بالشمال وواحدة تريبل اتش وواحدة زي ما انت عايز تقول. حلويات وحاجات وقطايف ولطايف وفرحة كبيرة جدا جدا على جماهير المزاريطة بتقليل الفارق في النتيجة اللي أصبحت الآن 3-2 المزاريطة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.